اي سي تي تحب تقول انه قضيه الدين اذا كان مؤمن واذا كان مش مؤمن اذا كان يصلي ومش يصلي اتسترا اتسترا هذه لك قضيه شخصيه تهم كل واحد منا احنا اللي يحب يصلي يصلي واللي يحب يصلي ما يصليش اللي يهمنا جميعا كمشاعر كبلاد كمواطنين اتسترا هو انه نتعايشوا جميعا باختلافاتنا في مخصوص المعتقدات الدينيه اتسترا اتسترا لازمنا نعيشوا جميعا وننظموا حياتنا جميعا ونعمل السياسه جميعا ونعمل الثقافه جميعا اتسترا ما نجمو نعملوا جميع ونعيشوا جميع ونعملوا ثقافه جميع وسياسه جميع الا اذا كان الدين ما يدخلش في الامور هذه الكل. مش معقول انه نجي نعملوا قانون مثلا نجي نقولوا القانون لازم يكون كما قال القران وكما قال الحديث وكما قال النبي ولا غير ذلك. على خاطر هكاك ما باش نرجعوا لتالي ونوليو ناخذوا في القيم نتاعنا وطرق الحياة نتاعنا وخياراتنا واختياراتنا على أساس أشياء اللي عندها 14 قرار ولا 15 قرار من ناحية هذا من ناحية من ناحية أخرى ماذا بينا إحنا نختاروا شلون باش نعملوا القوانين نختاروها إحنا مش يقولوا لنا أي جاهزة موجودة في القرآن أو في الحديث وراهو تلمون كي فارغة روحها ومعقولة ومنطقية اللي أنه فما حاجة يسألوها ينساها الناس الكل هو انه العالم الكل العالم الكل سانس اكسبسيون مش من امريكا اللاتينيه للاوروب للاوروب سنترال للاوروب تو كور لاسيدي سويد استازياتيك الكل العالم الكل يعيش في دول لايك كان العالم الاسلامي فقط فقط ينكر العالم الاسلامي نحي منه تركيا اللي هي دوله لايك البقية الكل العالم العربي الاسلامي باكستان ومصر وسوريا وكل سيدرا والعربيه السعوديه وكل الجو هذاك الكل كان هذوما برك اللي يعيشوا في دول واما مش لايك علاه زعما الناس كل متقدمه واحنا متخلفين نحب نقولوا هل القضيه هذه قضيه الدين ما فما حل الا بوضع الدين خارج السياسه وخارج الدوله لا بروف نجي نقول اخويا احنا نؤمن بالمساواه بين الرجل والمراه داكور في كل شيء يلزم الانسان والرجال فرد حقوق وفرد واجبات هذيك هي المساواه مصحين كدولة تونسية احنا على اتفاقيات دولية في الاتجاه هذا كيما العالم الكل. نجي نقولوا باهي ما لا مدمنا ونقولوا شو معناتها في الورثة في الميراث الذكري مثل هذا الأنثيين الكر ياخذ مرتين قد الطفلة بنت نجي نقول لها تاخذ شطر الورعة سافا فانو تو تعطيه كافيين ساعة والعاجة هي بيدها. علاه؟ قلت خاطر خويا في القرآن واضح للذكري مثل هذا مثل هذا دونك الله غالب هذاك هو. معناها سبب ما نجموش نعملوا مساواة، سبب دير تحقيق المساواة مش ممكن تنك القرآن يتحكم فيها. دونك احنا نقولوا كم المساواة لازم تتحقق نيسيسيرمون مش معقول تقرا دكتوراه ديتا في الامور وكل شيء ونجي نقول ها انت راك شطر الراجل شطر الذكر شطر خوك ما عمرها ما تتقبل. دونك اذا كان القرآن هو العائق يعني في انه نحقق المساواة في الميراث صار يدير كلارمون كون القران ما يلزموش يحكم في الدوله وفي التشريع وفي القوانين واتسترا. اوكي؟ بون فينا لما تجي طفله تونسيه تقول لك تقول لها انت مسلمه ما عندكش حق باش تاخذ واحد مسيحي مثلا. عليه؟ على خاطر في القران هكا يا ودي يموت عليه ويموت عليا ومتفاهمين وما نحب حتى واحد ما نجمش نعيش مع حد اخر خلافه هو وانفيرسومون وكل شيء نحب حتى في الحب. فما زاد القران يقول لا مش معقول يعني فور ديرك سي با منطقي اور في تونس مثلا دوبي 73 ان سامبل سيركولير اون بلوس il est interdit de se marier pour une femme tu disais de se marier avec un homme musulman مش معقول يا خويا نحيها القانون هذا باش انه المراه تولي عندها الحق باش تاخذ السيد تموت عليه وتحب تعيش معاه حسيلو دونك قلنا اللايكيه والناس كلها مش لايكيه قولوا علمانيه ولا حاجه يسموها تحب المهم هو فصل الدين عن الدوله اوكي وهذا فاش نختلفوا اختلاف جوهري 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 احنا نقولوا مع سي راشد الغنوشي احنا نقولوا فصل الدين عن الدوله باش انه نجموا نعملوا القوانين اللي تحبوا عليها اللي تساعدنا احنا كشعب كنساء كرجال كشباب اتسترا في البلاد نتاعنا نتاع 2011 هو يكونبري في الخطاب نتاعو الاخر اللي يقولوا هاو يتكلم عن الديمقراطيه وهاو تحفون بريسك على ليميت وسامبا وجو لكن الى دي اون شوز اسانسيال هو قال الاسلام والسياسه لا يفترقان ما فماش اسلام بدون سياسه وما فماش سياسه بدون اسلام
واللي يقول لا الاسلام لازم يكون دين وما عندوش حتى علاقه بالسياسه. يا سيدي اللي يقول هكايا ما يعرفش الاسلام ومش فاهم حتى شيء في الاسلام. هذا كلامه السيد تو سي كلير. دونك بالنسبه ليه لا بوليتيك سا فو دير لا ريليجيون. ليتا سا فو دير لا ريليجيون. وهذا هو افكتيفمون نخافوا منه هذه تحت سادون الدوله الدينيه. سادون الشريعه الاسلاميه هي اللي تحكم في البلاد وفي القوانين وفي التشريع وهذا احنا ما نرفضوه. واليوم يلزمنا نعبر على وجهه النظر بتاعنا وندافعوا على اللايكيه كما قلت على الكلمتين هذوما وامام نعبروا على تخوفنا من صعود الفكر الاصولي الديني هذا اللي تمثل اللحظه وغير ذلك واليوم مش يعطيهم حزب. الدستور التونسي يمنع احزاب دينيه وجود احزاب دينيه وها مش يعطيه حزب ديني السيد غنوشي. ما فهمتش انا كيفاش هكايا حاسيلو. باش نعبروا على راينا هذا الكل يلزمنا نكونوا تخي نومبرو ويلزمنا نتلمدوا قوة كبيرة 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 اللي تجعل انه القوى اللايكية والقوى الديمقراطية والقوى التقدمية تكون عندها حضور كبير في البلاد. من اجل هذايا المارش نتاع اليوم المسيرة نتاع اليوم في شارع بورقيبة يلزمها تكون مسيرة كبيرة 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 جدا. مرة بينا اكثر ناس تكون تجي بالعائلات وبالصغار وبالشباب وبالكبار اكسترا.